الوضع اليد عليه او الاقتراب منه، يعني يعني يقترب من هذا المكان هو الذي يقترب من كل الدوله المصريه، من قلب المصريين، يقترب من فهم المصريين. يعني استاذ عبد الغني، عفوا المقاطعه، ما فهمته منك انه حدث على مدار الستين سنة او السبعين سنة الاخيرة، يعني المائة سنة الاخيرة، نوع من الاضعاف لهذه المؤسسة الكبيرة، بحيث انها الان لم تعد تمتلك لا مواردها الاقتصادية ولا ادارتها، وبالتالي لا تستطيع ان توجه رأي عام كما كان في السابق. يعني هل هذا لا حدث؟ لا، هو انا اقول لحضرتك الحاجة، هو لما احنا نتحدث عن الاخطار التي تعرض لها الازهر، لو احنا نمسك الورقه والقلم ونحسب الاخطار، مفروض ان ما يبقاش موجود الازهر خالص. يعني كان مفروض يكون مشى. ولكن انظر الى الرساله التي اتى من اجلها الازهر الشريف. الازهر عندما احتل التتار العراق نقل تراث الامه الاسلامي الى الازهر الشريف، ما يقرب من حوالي 8000 مجلد ومصنف علمي، ومن حوالي 50000 كتاب نقلوا من بغداد الى الازهر الشريف. ومنذ هذه اللحظه حافظ الازهر الشريف على كل تراث الامه الاسلاميه. لن تجد مؤلفا موجود في اي بقعه من بقاع العالم، لو حضرتك جيت تتبعت السند العلمي بتاعه وسلسلته، ستجد ان السند العلمي ينتهي الى عالم من علماء الازهر الشريف، وينتهي الى مرجع من مراجع الازهر. طيب استاذ عبد الغني، فحافظ يعني الازهر يعني نقول لحضرتك، فحافظ الازهر على حفظه على تراث هذه الامه، في الحقيقه كان الذي يحافظ عليه وكانت عنايه الله سبحانه وتعالى محافظه. وحضرتك يمكن استاذ المشاهدين تقول يعني موضوع ان هو عنايه الله، لا، ده حتى ده امر حقيقي واصيل في الاسلام. انظر حضرتك الى سوره الكهف، الله سبحانه وتعالى خلد ذكر كلب بانه رافق الصالحين، فما بالك بجدار ظل 1043 سنه يحافظ على تراث القران الكريم وسنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والتفسير والاحاديث، 1046 سنه متصله هذا المكان يحافظ على تراث الامه. يعني بذلك الذي حافظ عليه الى الان في الحقيقه، على الرغم من كل هذه الممارسات، هو الله سبحانه وتعالى وأشياخه الذين جندهم الله سبحانه وتعالى في المائة سنة الأخيرة، أمثال الشيخ عبد الحليم محمود عليه رحمة الله، الشيخ المراغي، الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله، الشيخ داد الحق عليه رحمة الله، والكثير جدا، الشيخ حسين هاشم والدكتور أبو خير، وأخيرا وصولا إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب. لأني يعني ليست إشارة هنا من باب المدح، ولكن لأن فضيلة الإمام الأكبر عندما تولى مشيخة الأزهر بعد شهر واحد أعاد تدريس المذاهب الإسلامية في الأزهر مرة أخرى، وكانت قد ألغيت في الأزهر، فأعاد إلى الأزهر الشيء الحقيقي الذي حافظ على وجود الأزهر الشريف من كل هذه الممارسات، وهو منهج الأزهر الوسطي المعتدل المتعدد الذي حافظ به الأزهر على تراث الأمة الإسلامية وعلى اعتدال الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. طيب، في دولة تمتلك مؤسسة بهذا الحجم وبهذا التاريخ، ما الذي رأيناه مؤخرا من هذه الجامعات وأتباعها بالملايين وليس بالآلاف، غير حتى معترفين بالأزهر ولا بشيخ الأزهر ولا بمؤسسة الأزهر ولا بتعليم الأزهر؟ كيف مرق كل هؤلاء الشيوخ الذين حتى لم يتلقوا تعليمهم، أو بعضهم تلقى تعليما مشوها أضاف إليه تعليم آخر من الخارج؟ يعني أنا لا أريد أن أذكر أسماء بعينها، ولكن كما رأيت مؤخرا السلفيين والإخوان المسلمين، وقد اجتاحوا الانتخابات بأغلبية كبيرة من أغلب الشعب المصري، يعني تحديدا السلفيين، هناك شيوخ للسلفيين لديهم أتباع بالملايين، لماذا ونحن لدينا مؤسسة كبيرة مثل الأزهر تخرج مثل هذه الجماعات المارقة وتجتذب إليها هذا العدد الكبير من المصريين؟ هو دعني يعني أنا يمكن تحدثت عن الجزء التاريخي، لكن كان هناك متغير حديث. المتغير الحديث أنه لم يعد الآن المنبر هو المنبر الموجود داخل المسجد، أصبح الآن الإعلام يعد منبرا من المنابر، وسائل التواصل الاجتماعي تعد منبرا من المنابر،
الوسائل المختلفة الآن العالم الآن أصبح قرية واحدة مفتوحة. لذلك فالمنابر الآن اختلفت عن المنابر. لذلك لابد من إذا كنا نتحدث عن حضرتك أشرت إلى كلمة في غاية الدقة وهي كلمة الدولة التي يوجد بها الأزهر الشريف. إذا أردنا أن نتحدث عن الدولة فالدولة لابد أن تعتبر أن هذا المشروع هو مشروعا قوميا بالنسبة لهذه الدولة. الدولة لابد أن تعترف أن الأزهر الشريف هو مشروعا قوميا ولبنة مهمة جدا في بناء هذه الشخصية المصرية وفي بناء هذا القالب المصري. ما الدولة المصرية معترفة كده؟ أنا هقول حضرتك لا، نحن نتحدث عن الدولة الآن، لكن الدولة المصرية التي أخذت أوقاف الأزهر الشريف الذي جعلت الأزهر الشريف رهينة ميزانيات فتات الميزانيات. نحن نتحدث الآن أن ميزانية الطالب في الأزهر تلت الطالب في جامعة القاهرة، طالب في جامعة القاهرة تلت أضعاف جامعة الأزهر. عندما نتحدث عن دولة لم تصنع قناة يستطيع أن ينفذ الأزهر من خلالها بأفكاره وبعلمائه إلى كل ربوع الدنيا، عندما نتحدث عن ميزانية ضعيفة جدا من أجل إقامة مؤتمرات عالمية يرعاها الأزهر، عندما نتحدث عن تراجع دور المجمع الفقهي الوحيد الموجود في الدولة وهو مجمع البحوث الإسلامية على 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 وجود مجامع فقهية في العالم لا يوجد بها العلماء، وفي الحقيقة حتى العلماء الموجودين بها تتلمذوا على يد علماء الأزهر الشريف وإلى الآن يأخذون عن علماء الأزهر الشريف، لم نجد إمكانية في بناء مثل هذه المجامع. لذلك عندما نتحدث عن أن الدولة كان لها دور، لا، الدولة كان لها دور، الجميع اتفق على إضعاف هذه المؤسسة بشكل أو بآخر، الجميع اتفق على تهميش هذه المؤسسة بشكل. حضرتك كان الإعلام عندنا انظر إلى الصورة التي كانت مأخوذة عن العالم الذي يرتدي الزي الأزهري في الإعلام، انظر إلى الآخر الذي يمتلك العديد جدا من القنوات، الآخر الذي يمتلك العديد جدا من الأموال التي لا نعرف من أين أتت وسمحت الدولة بدخول هذه الأموال للاستغلال واللعب على عقول الناس، قيام هؤلاء الأشخاص بما يسمونه هم عملا اجتماعيا وكان في الحقيقة هو عملا سياسيا، قيام الأشخاص بإنشاء أماكن الهدف منها نشر الدعوة الإسلامية ولكن كان في الحقيقة يجمعون أموالا لنشر مذاهب سياسية اتضح خلال العامين الماضيين أنهم ما كانوا يسعون أبدا إلا لبناء هذه القاعدة السياسية زي ما حضرتك بتقول يذهبون بها إلى أصوات في الانتخابات. فبالطبيعي لعبة الكراسي الموسيقية، إذا لو حضرتك مليت الكوباية بالهواء فلن تمتلئ بالماء، لو مليت الكوباية بالماء لن يوجد في الكوباية هواء. فكل هذه الأسباب الأزهر الشريف دائما وأبدا كان يقدم النموذج الإسلامي ودعني أؤكد على كلمة النموذج الإسلامي المعاصر للأمة الإسلامية. يعني شوف حضرتك أنا بكلمك 1961 الأزهر أقر مجمع للبحوث الإسلامية يوجد فيه علماء اقتصاد وعلماء طب وعلماء في الهندسة حتى تخرج الفتوى من مجمع فقهي معتبر ويكون هناك أهل اختصاص ويكون هناك أهل تدريب. هذا النموذج أخذ في دول أقامت مجامع وأنفقت عليها كثيرا، لعبت هذا الدور. المراكز الإسلامية الموجودة على مستوى العالم كله بدلا من أنه كان موجودا بها علماء الأزهر الشريف أصبح علماء هذه المناهج موجودين، بالإضافة أيضا إلى أن في ناس لمصلحتها أن الوجه الحقيقي والوسطي والمشرقي الإسلام هو الذي يظهر، يظل ظاهرا الوجه المتشدد، يظل ظاهرا الوجه التكفيري، حتى هؤلاء يقولون على الإسلام أنه يرعى الإرهاب، وهؤلاء يقولون على الإسلام أن الإسلام لا يحترم حقوق الآخرين، وهؤلاء يقول فلمصلحة بعض القوى ودعني أقولها بكل صراحة لمصلحة بعض القوى موجودة في العالم بالنسبة لفكر الإسلام ووجه الإسلام يريدون أن لا يظهر هذا الوجه المشرق الذي يتبناه الأزهر الشريف وهذا الوجه الوسطي والمعتدل الذي يتبناه الأزهر الشريف، بيد أنهم يريدون أن تظهر الأفكار الهدامة. ولقد ابتلانا الله سبحانه وتعالى في مصر حقيقة بما يسمي ويسميه العلماء بفهم الجماعات للإسلام. والإسلام أبدا ما كان دينا لجماعات أبدا. أنا أتذكر ما قاله يعني عند هذه النقطة تحديدا، يعني هل يعني ما هو تقييمك لجماعة مثل جماعة الإخوان المسلمين؟ يعني كيف تصنفها ومقارنة بالأزهر؟ يعني ما الذي يكتب كل هذا العدد الكبير من ملايين أتباعها أن هم ينضموا إلى هذه الجماعة؟ من أين انطلق فكرها؟
هو انا ما قلت لحضرتك داخل الجامعات مش داخل جامعه الازهر بس في جزئين حضرتك لابد ان انت تاخد بالك منهم، في جزء التعليم وفي جزء الانشطه. الجزء الانشطه الدوله غايبه فيه، اللي المفروض انها ترعى الشباب، اللي المفروض ان تعمل برامج تثقيفيه للشباب، اللي المفروض تعمل برامج توعويه للشباب، اللي المفروض حتى برامج ترفيهيه بالنسبه للشباب، اللي المفروض ان انا ما اتركش. طب يعني جماعه المسلمين كانوا بتعمل لهم رحلات؟ بتعمل يعني حضرتك ما تعرفش ان هم كانوا بيعملوا معسكرات للطلاب عندهم، كانوا بيفرقوا ملازم على الطلاب في وقت في ملخصات في وقت الامتحانات، كانت بتجيب بعض تاخد منهم الفلوس وتلم منهم وتطبع لهم بعض الكتب تقول على موضوع تثقيف، وهي في الحقيقه افكار الهدف منها سيطره مثل هذه الجماعات على عقول الشباب. انا بقول لحضرتك انت تركت الساحه فارغه، وفي المقابل يبدا يقول الازهر الشريف ده العقيده بتاعت الازهر الشريف، وانت سمحت له يطلع في الاعلام يقول ده عقيده فاسده، سمحت يطلع في يحارب مثلا المناهج اللي بتدرس في الازهر الشريف، حتى من داخل الازهر لما يجي الشيخ طنطاوي عليه رحمه الله يلغي المذاهب الفقهيه اللي تعد سنه من سمات الازهر الشريف في فهمه المتعدد لمذاهب اهل السنه والجماعه. حضرتك زي انا بقول لك كده، وانا اجملت كل هذا الكلام في كلمه، لو ان انا باخد بالاسباب بالنسبه لما تعرض له الازهر الشريف على مدار 100 او 120 سنه كان شوف المفروض الازهر يبقى موجود دلوقتي، ولكن انا بقول لحضرتك الله سبحانه وتعالى جعل لكرامه ما يحمله هذا الازهر ولكرامه هذه العلوم الدينيه والشرعيه، فالله سبحانه وتعالى تدخل وتعهد بحفظ هذا الجامع الازهر وهذه المناهج. وبالنسبه للجماعات يعني تحديدا بقى جماعات مثلا زي الاخوان المسلمين انصار بيت المقدس وهذه الجماعات التي يعني كما باريس تنتج كل سنه يعني كل سنه يعني انواع كثيره من الموضه، اصبحت مصر في الفتره الاخيره هي المصدره الرئيسيه لهذه التيارات الدينيه الزارقه. بص حضرتك انا بس يعني برضه عايز حضرتك ما تربط دائما وابدا، هم ليه بيسهوا ان مثل هذه الجماعات ياخدوا لها رموز من مصر؟ احنا بنقعد نسوق للناس طول الوقت ان هم بياخدوا رموز، هم ما بياخدوش رموز من مصر عشان مساله انتشار، لا هم عارفين ان في قيمه للشخص المصري، لما الشخص اللي هيتكلم بالدين هيبقى موجود من مصر، هم عارفين ان هو بينتمي ان هو موجود في مصر الازهر. فهم عشان كده حضرتك هو مين اللي انشا تنظيم القاعده؟ مين اللي انشا تنظيم القاعده؟ مش الاجهزه المخابراتيه اللي انشات تنظيم القاعده، وده مش معروف، مش كان معروف تنظيم القاعده الامريكيه عشان محاربه الروس في حروبهم.